السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم البنات، نشارك معكم الشيفلور طرطويه ديال الشيفرون، كتجي غزاله البنات. نتمنى من الله يعجبكم. هانتم البنات، شديت الشيفلور وغسلته مزيان ودرتو يتصفور، قطعته ودرتو يتصفور. هاد الطورطية البنات كيجي غزو، هاد الطورطية البنات كتجي زوينة وكتجي خفيفة. هانتوما البنات، دابا راه طاب. ونتمنى من الله تشجعوني يا البنات كتار، الله يسهل عليكم. هكا البنات مفور، ما كيجيش فيه الماء، كيجي ناشف. بهاد الطريقة كتجي زوينة. هانتوما البنات راه طاب دابا. وخليكم معايا. رجعت معكم البنات، هانتوما من بعد ما طاب عندي البنات 6 ديال البيضات، معكتو مزيان بالفرشيطة، 2 معالق ديال الهريسه، معلقه الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ما تكثروش البنات منها بزاف، شويه ديال السودانيه والكمون والثومه والقزبر. هادو هما البنات اللي عندي في هذا في المقادير ديال التورطيه. هاد التورطه البنات كتجي زوينه، كتريات اللي زدتو معاها البطاطا مقليه. البطاطا كتقطعوها غير صغيرة مثلث وكتقليوها وكتزيدو تخلطوها معاها. كبغيوها انا وليداتي بالبطاطا، راه ما درتش معاها البطاطا، بغيت نقد البطاطا كتجي زوينة، وراني بغيت نقدمها معاكم هكا. طب البطاطا هكا صغيرة كتدخلوها فيها كتجي زوينة. هانتوما البنات، سمحوا لي البنات ما شاركتش العطريه من الاول، حيتاش اليد وحده وما كاينش اللي كيصور لي. الولاد في المدرسه راكم عارفين اللي كاين، كنبقى غادا على هاد الطريقه. الشيفلور البنات فيه بزاف تبارك الله، كل نهار كيماكش كنديروه. انت وحشو كنديرو كل مرة، دير بحال شكل معقودة، مرة ديري هكا طرطة في الفران كيجي زوين. كنبقاو البنات غاديين على هاد الطريقة، والفران البنات يكون سخون. كنبقاو غادي على هاد الطريقة مزيان، كتدخلو فيها داك الشرمولة. نتمنى من الله البنات تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى من الله تعجبكم المستوى اللي كندير معاكم.
هانتوما البنات، وما تنسونيش البنات من البارطاج، الله يسهل عليكم، يعطيكم ما تمنيتم مع وليداتكم، البارطاج مع الصحاب والحباب باش يوصلكم الجديد ديالي، فضلا البنات وليس امرا. هانتوما البنات كتبقاو غاديين على هاد الطريقه، كتدخلوا داك البيض وداك الشرموله، والفران البنات راني شاعله، عاوتاني مع البطاطا كيجي زوين، مع البطاطا هكا مقليه مثلث صغيره، كتزيد البطاطا معاها وكيجي زوين، بحال اللي غدير طورطيه بالبطاطا بوحدها غتدخلي فيها الشيفلور، كتجي زوينه عاوتاني، ولادي كيبغيوها. مرحبا بالبنات اللي دخلوا جداد لعندي، مرحبا بكم، قناتكم، ومرحبا بالقدام، شكرا لكم، شكرا لكم على البارتاج، الله يسهل عليكم، يعطيكم ما تمنيتم مع وليداتكم مع العائلة ديالكم. دابا البنات غندخلو الفران، واللي بغى يدير لهم شوية ديال الفرماج من الفوق يزيدو، انا درتهم بلا فرماج، وبالصحة والراحة، وشكرا لكم البنات، والسلام عليكم.